الحلوة الجميلة. لكن قبل ما نخش على شهر رمضان والوجبات والأيام الحلوة، أيام الحب والكرم، هنتكلم على يوم اليتيم اللي احنا عشناه وشفنا بدايته وشفنا آخر مشاركة كانت لدار الأرمان الجمعة قبل الماضية. أنا بس كنت مسافر خارج البلاد، كنت أتمنى أكون موجود معاهم. سيادة اللواء أهلا بيك وكل سنة وانتم طيبين، بشكركم على الاستمرار في الفكرة الجميلة يوم اليتيم اللي بقت في كل الدول العربية. اهلا بحضرتك يا استاذ طارق. ويوم اليتيم كنا عاوزين نقول يعني ما ينفعش من غير طارق علام اللي بيحضر كل مره وبيدي الفرحه والبهجه لكل للعرايس الموجودين. ان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه معانا باذن الله. ان شاء الله اول فرح هتعملوه في المحافظات، انا عارف تعملوه بشكل شهري، هكون معاكم اعتذارا لان انا كنت خارج البلاد، انا بعتذر يعني. توكلنا على الله ان شاء الله يعني تبع فرحه بتبقى حضرتك كويسه، ومش هننسى ابدا كلام من ده، ومش هننسى كل شيء جميل، ومش هننسى طلتك الجميلة على كل العائلات وعلى كل الناس والفرحة اللي بيكون عليهم. شكرا شكرا لدار الأرمان، كل الجامعات الكبيرة، وأيضا لأبنائنا وبناتنا اللي كانوا موجودين في الفرح، بقدم لهم كل التحية. حضرتك تقول لي يوم اليتيم عملتوه ازاي على أنحاء مصر؟ كم عريس كم عروسة اللي عملتوه بالنسبة للأيتام اللي تم في هذا الاحتفال المصري العربي الكبير؟ والله الاحتفاليه دي كانت جميله جدا يا استاذ طارق. 500 عريس وعريسه في جميع انحاء محافظات الجمهوريه. تمام. عروسه 500,000 طفل فعلا كان موجودين. يمكن في دريم بارك بس كان موجود حوالي 10,120 عريس وعروسه. يمكن تمام. في كل المتنزهات الساده المحافظين فتحوا المتنزهات مجانا في هذا اليوم. وزاره الثقافه عملت احتفاليه جميله، موسيقات القوات المسلحه، موسيقات الشرطه، اكاديميه الشرطه عملت احتفاليه في الاكاديميه يوم 8 مع ابناء، يعني كان كل مصر لغايه النهارده لو شفت عليك امبارح يمكن في اسيوط كانوا بيعملوا احتفال بيوم يتيم. كل مكان في كل وقت الحمد لله كان يوم يتيم. يعني كل محافظات مصر شاركت مع دار الارمان، وفعلا اللي احنا حلمنا بيه مع دار الارمان اتحقق، انه بقى يعني عيد قومي، عيد للاطفال للشباب للعرايس للعرسان. ده بقى فعلا كلام سيادتك صح، كان على يعني مش عايز اقول التغريده سياده الرئيس اللي حصلت يوميها وكانت لها الاثر جميل في كل اثر في قلب يتيم، بتقول لمصر بحالها احنا معاكم يد واحده قلب واحد. كان فعلا شيء جميل جدا جدا. كل وبعدين الدول العربيه، انا كنت موجود في البحرين، المؤسسه الملكيه في البحرين كانت بتحتفل بيوم اليتيم. ما شاء الله دوله عربيه كانت بتحتفل بيوم يتيم فعلا، ورحت لعائد جامعه الدول العربيه. ما شاء الله. الله ان شاء الله يوم اليتيم يضم العرب كلهم على قلب واحد وايد واحده يا رب باذن الله. من هنا من برنامج هو ده بقدم التهنئه لدار الارمان، لكل المؤسسات، المجتمع المدني، لوزاره التضامن، وشكرا سياده الرئيس لدعمه لهذا اليوم. بشكركم وايه الجديد اللي هتعملوه في الايام القادمه سياده اللواء؟ احنا اكيد طبعا مشتركين في مبادره حياه كريمه بتاع سياده الرئيس مع وزاره التضامن الاجتماعي في 277 قريه. الجديد ان احنا عاملين ان شاء الله اعمار قرى، يعني ان شاء الله ربنا هيبقى في حاجات جميله قدام ما شاء الله. ان احنا بنعمل في قوائم انتظار عمليات القلب، بنعمل 400 عمليه قلب شهريا، زائد نور حياه مبادره سياده الرئيس برضه مع صندوق تحيا مصر. يعني انا بقول لحضرتك فعلا الحمد لله، والله المصريين بخير وارض مصر طيبه جميله وكل شيء بيبقى جميل وكل الناس بتتكاتف على قلب واحد باذن الله. انا بشكركم، لما بشكر اللي هو ممدوح او دار الارمان بشكر كل مؤسسات المجتمع المدني، كل فاعل الخير. انا بشكرك يا سياده اللواء، وكلمه تقولها للشعب وكل اللي شاركوا معاكم في الايام القادمه وكمان اللي هيدعموكم في رمضان، عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول جزاكم الله خير. وطبعا احنا بنحب والطمع في الخير كويس والطمع في الثواب كويس. ان شاء رب العالمين مع 300,000 كرتونه في شهر رمضان ومع اكثر من 800,000 كيلو لحمه في رمضان هتتوزع على كل ابناء مصر في كل الاسر الاكثر احتياجا مع اعمار منازل ل 277 قريه مع وزاره التضامن. مصر طيبه، مصر بكره احسن، مصر بكره احلى ان شاء الله. شكرا سياده اللواء، وتحياتي لدار الارمان، تحياتي لكل بيشتغل ويعمل خير يا جماعة.